كذا في واحد عارفهم أبوه كان مهدله وقاطع رحمه وكل شيء. في رمضان اللي فات قام يتوضى لصلاة الفجر. هو قام الولد ولا الأبو؟ الأبو يقاطع يعني يخاصم ولده مع عياله وكل شيء. يعني شبه قاطع رحمه. فقام يتوضى لصلاة الفجر في رمضان. أنا هو ما يتوضى راح للفجر. هل هذا يدل على أن له سريرة؟ لا يكون شيء يسمعه في الملأ إلا ويكون له نظير في الخالق. كل شيء يسمعه الإنسان في جنبته يحرص على أن يكون له نظير في خلوته. الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فسر العدل باستواء السريرة والعلانية، والإحسان تكون سريرته أفضل من علانيته. هذه السريرة مبنية على الصدق مع الله.